السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ مالك الجرح، مدرس مادة الأحياء. اليوم درسنا لطلاب الصف الثامن. طلاب الصف الثامن حنتابع بالمنهج اللي بيحكي حالياً عن الممالك الخمسة للأحياء. نحن سبق ودرسنا عن مملكة البدايات وعرفنا خواصة وبعض أجزائها، وحكينا بعدين عن الأولية وعرفنا خلاص صور سهل وميزات، عرفنا بعض الكائنات. حاليا راح نتكلم وتكلمنا عن مملكة النباتات وأجزاء والنباتات البذرية واللا بذرية. هلا راح نبلش مملكة الحيوانات. طبعا مملكة الحيوانات مثل أي مملكة تنقسم لأقسام. الحيوانات في عندنا الحيوانات الفقارية وفي عندنا الحيوانات اللا فقارية. طبعا هون مثل ما شايفين بالصور، باعتبار في عندنا هيكل عظمي، فإذا هاي الحيوانات تعتبر حيوانات فقارية. القسم الأول من الدرس هو المتحدث عن اللا فقارية. بما أن اللا فقارية نحن نميز بين كائنات الحيوانات بوجود العظام. هو أكثر شيء يميز العظام هي وجود الفقرات، أي العمود الفقري. العمود الفقري بتشعب منه مثلا عظام القفص الصدري وغيره من العظام. فلهيك سميت اللا فقاريات. هو الكائنات الحية الحيوان منها الحيوانات ليس لديها عظام. هون يعني طبعا ليس لديها عظام، فنحن راح نستنتج لحالنا انه هاي الاحياء او هاي الحيوانات ما عندها تراكيب ضخمه، ما عندها تراكيب داخل جسمها تسمح له لانه يكون حجمها ضخم او عملاق مثل تراكيب موجوده مثلا عند الحيوانات الفقاريه مثل الفيل الاسد او الانسان. داخل اجسامه في عنده عظام تسمح لباقي أعضاء الجسم اللي تتركب بعضها وبعض. هلأ نبلش في ما الذي يميز اللافقارية. هلأ كتعريف، اللافقارية مجموعة حيوانية واسعة الانتشار تمتاز بكثرة خلو جسمها من الهيكل العظمي، تكيفت للمعيشة في بيئات مختلفة. معنى بيئات مختلفة أنه في عندي أنا بيئة برية في مختلف ظروف جوية، عندي البيئة البحرية. ومنها الحيوانات التي تكيفت للمعيشة في البيئة المائية، سواء كانت البيئة المائية كمان تقسم لمياه الأنهار أو البحار والمحيطات. يعني بشكل عام عندي أنا المياه نوعين، المياه مثلا المالحة البحار والمحيطات، والمياه الحلوة الأنهار والبحيرات. ومنها ما تكيفت للمعيشة في بيئة اليابسة بكل أنواعها، كل أنواعها عندنا الجبال وعندنا السهول وعندنا الصحاري، حسب طبيعة الجو الموجودة في البيئة البرية. وثالثة تقضي جزءا من دورة حياتها في الماء والجزء الآخر منها في اليابسة مثل الكثير من الحشرات. إذا هون نحن عندنا النوع الثالث ممكن يكون عايش قسم منه ضمن المياه وقسم الآخر بعد قسم من حياته برجع على اليابسة. تتمثل اللافقاريات بحيوانات متعددة الخلايا. إذا متعددة الخلايا أي أنها كائنات ليست وحيدة الخلية، ليست من البدائيات ولا من الأوليات، لها أنسجة جسمية متخصصة، أنسجة جسمية متخصصة وظيفيا. يعني أن داخل أجسامها أجهزة، مثل ما نقول عندي جهاز الهضم، جهاز الدوران، جهاز الهضم مسؤول عن هضم الأطعمة، جهاز الدوران نقل وتوصيل، جهاز التنفس. هون ممكن يكون جهاز كامل أو ممكن يكون أنسجة، والنسيج هو مجموعة من الخلايا المتخصصة وظيفياً، وهيكل خارجي يحميها من تأثيرات البيئة وأجهزة جسم متنوعة لإنجاز وظائفها الحيوية. هون عندي هيكل خارجي يحميها من تأثيرات البيئة، يعني عندها هيكل ممكن يحميها كانت المياه من أي تأثير المياه الضارة على الأجزاء الداخلية من جسمه، وإن كان باليابسة أو بالهواء أو بالبر، يعني شيء يعمل على حمايته. إذا وأجهزة جسم متنوع لإنجاز وظائفه الحيوية، يعني جهاز جسم للحركة، ممكن جهاز جسم للطيران، ممكن جهاز جسم للامتصاص، حسب شكل ونوع الحيوان اللافقاري. وهي تظهر تنوعا كبيرا في أشكالها وأحجامها، وتضم أكثر عدد من الأنواع مقارنة بجميع الممالك الأحيائية الأخرى. بنركز هون على الجميع، أكثر عدد من الأنواع ليس أكثر عدد مطلق،
من الأنواع، يعني عندي أنا كثير أنواع من المملكة الحيوانات اللا فقارية، وخصوصي من المفصليات أو الحشرات، عندنا كثير أنواع متنوعة. ولكن إذا بدنا نقيسها كعدد، ما فينا نقارنها مثلا بالبكتيريا، لكن البكتيريا لها أعداد لها أنواع معينة، بس أعدادها جدا جدا ضخمة نتيجة صغر حجمها. هون قليلة خلايا، يعني حجمها أكبر، بس أنواعها كثير. وإذا عندي أنا كل الممالك، الخمس ممالك الأحيائية، مملكة الحيوان وخصوصي اللا فقاري هي صاحبة أكثر عدد من الأنواع. هون شاء من أخطأ، إنه هل هي مملكة الحيوانات اللا فقرية صاحبة أكبر عدد من كل الكائنات؟ كلا، أكبر عدد من الأنواع. إذا ما خصائص الحيوانات اللا فقرية؟ تمت الإجابة عنها. هلا بنتابع. طبعا نحن من كل مملكة وبعدين نشابة ولا قسم، بلشنا نقسم لمجاميع لتسهل علينا عملية الدراسة. شلون مجاميع؟ منها كل مجموعة من الكائنات الحية إنه بتشبه بعضها شكليا وظيفيا بمكان العيشة بأشكال التغذية، بنجمعها مع بعض بمجموعة واحدة وبنترسخ خصائصها المتشابهة. سبق وأن تعرفت على المجاميع التصنيفية، الشعب الحيوانات اللا فقارية من دراسة الوحدة الثالثة اللي درسناها سابقا، وفيما يلي الخصائص المميزة بأفراد كل شعبة من هذه الشعب. أبلش بأبسط الشعب، دائما بلش من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا وترتيبا. واحد، الشعبة الإسفنجية. الإسفنجية من اسمه فينا نحن نبسطها، ممكن نعرف مثلا الإسفنجة الموجودة مثلا داخل أشكال المفروشات، أو حتى الإسفنجة اللي ممكن نلاقيها ضمن المطبخ. شلون تركيبها؟ هش، ناعم، كثير، مليء بالثقوب، ونفس الشيء مشابه لها هاي الكائنات الحية من الحيوانات اللافقارية. نخبط ونفكرها مثلا هي من النباتات أو من نوع من الكائنات الأخرى. الإسفنجية حيواناتهم بسيطة التركيب، أكيد حيوانات بسيطة التركيب، أي ما عندها تعقيد، ما عندها أجهزة معقدة بجسمها. تستوطن سواحل البحار وتمتاز أفرادها بالآتي. إذا تستوطن سواحل البحار، أهم شيء ما بنقول قاع البحار، ما بنقول أعماق البحار، إنما السواحل، أي قرب الشاطئ، يعني بالأماكن الغير عميقة من المياه البحار. إذا تمتاز أفرادها بالآتي: حيوانات بحرية المعيشة في الغالب لها أجسام بسيطة التركيب ذات ألوان مختلفة. أتكلمنا عن الآن في يعني فكرة هنا زيادة، ألوانها مختلفة. أفرادها جالسة ثابتة، لا تنتقل من مكان إلى آخر، ولها هيكل فلسي على الأغلب. ثابتة جالسة، هون إحنا ممكن يصير في عندنا نوع من الخلطة بينها وبين النباتات. الحيوانات اللافقرية من الإسفنجيات تتثبت ولا تتحرك، أي أنها غير سابحة، ما بتروح مع المياه، لا تتحرك، وإنما متى نمت أو ثبت نفسها على الصخور تبقى بمكانها وتتغذى وتأخذ أكسجينها وتتنفس بمكانها. وإن إحنا نركز المنطقة المخبط بينها وبين النباتات. طبعاً تناظر جسمها شعاعي. تناظر جسمها شعاعي أي أنها ليست تناظر جانبي. تناظر جانبي بمعنى أنه مثلاً إذا قسمت الشيء نصفين راح يكون القسم اليميني والقسم اليساري متشابه. أما التناظر الشعاعي إنما تأخذ مقطع عرضي لكائن حي فتلاقي عدة أجزاء من الجسم متشابهة مع بعضها البعض. تغذيتها بدائية. هلا نعرف شو يعني بدائية. تحصل على غذائها من الماء الذي يدخل من فتحات الجسم الجانبية ويخرج حاملا الفضلات من فتحة الفميم أعلى الجسم. هون بنلاحظ فتحة الفميم، هون بنلاحظ شلون شكل الإسفنج. في عم نقول إن غذائها اللي بيدخل من فتحات الجسم. إحنا قلنا شبهنا الإسفنج بالإسفنجة مثلا موجود في المنزل، ولا قلنا الإسفنج بشكل عام موجود في المنزل تكثر فيه الفتحات. هون مياه البحر حركتها من الأمواج ومن التيارات بتدخل ضمن هالفتحات الحيوان الإسفنج. وضمن هاي المياه دائما في مركبات عضوية تعمل هاي الحيوانات على التقاط هذه المركبات وامتصاصها وتحليلها وأخذ المواد الغذائية الضرورية منها. والباقي الذي لا تريد أو لا تستطيع هضمه هي غير بحاجة له تعمل على طرحه من فتحة الفمين. الفمين
أي أنها تصغير للفم، ليس الفم كما معروف، وإنما هو فتحة تم تسميتها أو تشويهها بالفم. تغذية بدائية مثل ما حكينا، ما عندها جهاز هضم متخصص، ما عندها مثلا أعضاء هضم، ما عندها معدة، ما عندها مريء، ما عندها معدة، وإنما تأخذ الموجود بالماء، تعمل على تحليله وطرح الفضلات. هلا نحن نركز على فتنة الإسفنجية، كائنات بسيطة مثبتة لا تتحرك، إلى عدة ألوان وتغذيتها بسيطة، بتعتمد على اللي موجود بالماء بتدخل من فتحات الجسم وبتخرج من الفتحة الفميم عاملها الفضلة. أي أولا. الشعبة الثانية رح نحكي على أمعائية الجوف أو معائية الجوف. تضم هذه الشعبة أمعائية الجوف حيوانات بحرية المعيشة، هذه أيضا حيوانات بحرية، حيوانات بحرية ما قلنا مائية، يعني إنه نحن فينا نقول عيش في البحار. وهلا طبعا هاي بعضها يعيش أيضا في المياه العذبة. أبسط أمثلتها وأشهرها هو ما يسمى الهايدرا. الهايدرا هلا هاي شكله مثل ما نشوفين بالصورة، كائن بسيط، كائن غير معقد أيضا، ولكن طبعا يختلف عن الإسفنجية. هلا نشوف شو الاختلاف. يمتاز أفرادها بالآتي، هلا نشوف الويزة، حيوانات ذات تناظر شعاعي كما شرحنا بالإسفنجية، فإنه إذا أخذنا مقطع عضوي الكائن الحي رح نلاقي عدة أجزاء من جسمه متشابهة مع بعضها البعض. تعيش بشكل منفرد أو بشكل مستعمرات، ممكن نلاقي إحنا هاي الكائنات لوحدها بشكل منفرد عايشة، أو بشكل مستعمرات أي مجموعة ضخمة من الكائنات مع بعضها البعض. يتكون جدار الجسم في أفرادها من ثلاث طبقات خارجية تسمى البشر. لاحظنا هون أن ترتيب أمعيات الجوف الآن بدأ يظهر نوع من التعقيد أكثر من الإسفنجية. هون عندي أنا الطبقة الخارجية سميت البشر ومكونة من ثلاث طبقات، إذا خارجية تسمى البشر وداخلية تسمى الأدمة المعدية، وما بينهما طبقة هلامية تسمى الهلام المتوسط. إذا ثلاث طبقات، خارجية البشرة، داخلية تسمى الأدمة المعدية، وما بينهما طبقة هلامية تسمى الهلام المتوسط. ركز على عدد الطبقات وأسماء كل طبقة. لها جوف جسمي يسمى الجوف معي، الجوف معي أو الجوف المعوي له عدة تسميات، أو التجويف المعدي الوعائي الذي يفتح للخارج عن طريق فتحة الفم ولا توجد فتحة مخرج. إذا هون أهم شيء ما هي ميزة، إنه هي عند هالطبقات الثلاثة بين بقلب جسمك في عندها فراغ، في عندها جوف، هذا جوف لهيك سميت أمعائية الجوف. هذا الجوف ينتهي بفتحة، هاي الفتحة سميت الفم. طيب التنفس والإخراج عن طريق سطح الجسم، إذن هي سطح الجسم هي الطبقة الخارجية واللي هي البشر. سطح الجسم تأخذ مباشرة من الماء المحيط فيها، عبارة مائية بحرية، تأخذ الأكسجين المنحل ضمن الماء وتطرح ثاني أكسيد الكربون مباشرة أيضا إلى الماء. جهاز عصبي بدائي، لاحظنا هون أن في جهاز عصبي، ولو أنه بدائي لكن بالإسفنجية لم نقل أنه يوجد جهاز عصبي، مؤلف من شبكة من الخلايا العصبية والحسية. التكاثر قد يكون لا جنسي بالتبرعم أو جنسي من خلال تكوين الأمشاج. طبعا لا جنسي بالتبرعم مثل ما نشاهد هون بالصورة، هذا كائن هيدرا يخرج قسم من قسم منه يسمى البرعم. هذا البرعم إذا تم قطع يشكل كائن حي جديد كامل منفصل، قادر على الحياة بشكل منفصل عن الكائن الأصلي. هذا تكاثر لا جنسي. أما التكاثر الجنسي فنحن بحاجة إلى أمشاج لتعمل على دمج الصفات الوراثية وتكوين كائن حي جديد. طبعا هون بالرسمة بنركز إنه عندي ثلاث طبقات، البشرة والهضم المتوسط والأدمة المعدية. طبعا نحن هون بالنسبة لمعائية الجوف نرجع للجوف التجويف المعدي أو الجوف المعي. فتحة الفم بتفتح تمتص الماء لداخل، لما بتدخل المياه مع بعض الكائنات البسيطة أو القشريات أو حتى
اللي هو من الكائنات الحية اللي تسمى الهائمة. داخل الجوف هو يتم هضم أو امتصاص المواد المغذية اللي بتحتاج الهايدرا أو مائية الجوف، وبتمتص داخل الأغشية والأنسجة، والإخراج أو الفضلات أو التي لم تستطع هضمها يتم طرحها عن طريق نفسي الفتحة. لأن ده مائية الجوف فتحة واحدة، وجوف يعمل كجوف هضمي، يعني يمتص الأغذية أو المواد اللي تتم هضمها وتفكيكها وطرح مباشرة الفضلات أو ما لا يتم هضمه. الآن الشعبة الثالثة والتي هي الديدان المسطحة، وهي القسم الأخير من درسنا لهذا اليوم. الديدان المسطحة تضم الديدان المسطحة ديدانا ذات أجسام منضغطة السطحين الظهري والبطني. إذن هون أول ميزة، جسمه طول من السطحين الظهري والبطني، ومعظم أفرادها طفيلية المعيشة، ومثالها الدودة الخبدية. طفيلية المعيشة أي أنها تتطفل على كائن حي آخر لتمتص منه الغذاء. هي ما بتحسن تصنع غذاء أو تمتص غذاء، وإنما تعيش على تتطفل على كائن حي. حياة طفيلية أنها تعيش على جسم كائن حي آخر أو داخل كائن حي آخر. مثال الدودة الكبدية، ولا نتعرف على أهم تميزات هذه الشبكة. يتركب الجسم من ثلاث طبقات: الأديم الظاهر والأديم المتوسط والأديم الباطن. هنا بدينا النوع من التشابه بينه وبين معايات الجوف. للجسم تناظر جانبي، لأن هذا أول اختلاف بينه وبين الإسفنجيات ومعايات الجوف، أن جسمها له تناظر جانبي، أي أنه إذا مقطع، نحن مقطع من الجسم راح نلاحظ أنه في قسمين من جسمه متطابق. الجهاز الهضمي بسيط، نلاحظ ان احنا حكينا كلمة الجهاز الهضمي، اذا نبلش التركيب يكون اكثر تعقيدا، اكثر تخصصا وظيفيا. الجهاز الهضمي بسيط، يتكون من الفم والتفرعات المعوية، ولا توجد فتحة مخرج. اذا الفم تفرعات معوية، يدخل الغذاء من الفم، تمتصه امتصاص وبتوزع مباشرة تفرعات معوية. ليس الافراد هذه الجعبة جهاز دوران أو تنفسي، ويتم التنفس عن طريق الانتشار عبر أشجار الجسم. الانتشار اللي أخذناه نحن مثلا عند الأوليات والبدايات، إنه ينتقل الأكسجين من مكان فيه كمية أكسجين أعلى أو ضغط مرتفع إلى داخل الجسم اللي بيكون فيه ضغط الأكسجين أقل، منها طبعا عبر أشجار الجسم. الجهاز الإخراجي يتكون من وحدات رئيسية تسمى الخلايا اللهبية، تتصل مع بعضها وتفتح إلى الخارج من خلال فتحات إخراجية. نلاحظ هون صار عندي جهاز إخراجي، وجهاز إخراجي جهاز لاحظنا أول شيء عند الديدان المسطحة. وحدات رئيسية تسمى الخلايا اللهيبية، ركز هون التعريف. هاي الخلايا اللهيبية أول مرة بتذكر، فإذا اسمها مميز فنحن بنركز عليها. هي جزء من الجهاز الإخراجي الأبنائي، نوع من الكائنات شبكة الديدان المسطحة لله فقارية. لما بتتصل هذه الخلايا مع بعضها تفتح للخارج وتعمل على تشكيل الجهاز الإخراجي، طبعا تفتح الخارج خلال فتحات إخراج. الجهاز التناسلي معقد التركيب، وفي الغالب تكون أفراد هذه الشعبة خنثية، أي أن الفرد يملك تمتلك أعضاء تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية. هون أفراد يعني ما راح نلاقي نحن فرد ذكر وفرد أنثى، وإنما نفس الكائن يمتلك النوعين من الأمشاج. وهون طبعا البلانيريا من الديدان المسطحة. مسطحة هي أن جسمه مسطح، فينا نشبهه مثلا بأوراق شجر مضغوط من الأعلى ومضغوط من الأسفل. وهو ملاحظ شكل الدودة الكبدية من الأمثلة الشائعة للديدان المسطحة. إلى هنا كنا نحن أخذنا ثلاث أقسام من شعب المندكر الحيوان من اللافقارية: الديدان المسطحة وأهم ما يميزها، ولاحظ أنه هي تركيبة أعقد من المعيات الجوف وما يميز معيات الجوف، والتي هي بالتالي تركيبة أعقد من أبسط الحيوانات اللافقارية والتي هي الإسفنجية. لدي التشابه بين الإسفنجيات والمعيات الجوف حيث مكان المعيشة اللي هي في البيئة البحرية والمائية، وأما الديدان المسطحة فهي
معظم أطراف الطفيلية أي تعيش على كائن آخر ده. إلى هنا أتمنى اللي عنده سؤال ممكن يراجعنا ويسألنا ويتم مراجعة حتى هذا الدرس إلى أن نكمل الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.